مساء الخير، كيفكم؟ صراحة المود اليوم يعني تعبان، المود أي كلام. صراحة ما في بالي يعني كذا فكرة مجهزتها نفس العادة، بس أنا ودي أسوي شيء يمكن مو متكرر يعني كثير، بس في نفس الوقت أن ميك اب يعتبر عادي أو طبيعي، يعني أن نحطه بالمناسبات. يعني خلينا نشوف. أول شيء راح أخذ لون بني غامق وبسوي فيه لاينر، بس مش لاينر بالفكرة اللي احنا متوقعينها كالعادة، يعني تقدرون تعتبرونها كأني أحبض الشادو على برا. يعني حاول في البداية تكون رسمتكم كويسة وحادة عشان يكون أسهل الدمج بعدين، كذا تكون عينكم مرسومة من البداية. نجي الحين نحاول إن نموه اللاينر كذا على خفيف على داخل، بس انتبهوا إنه يكون درجة اللون غامقة بزيادة. طبعا أنا غمقت لأنها راح تبين مع التصوير بحتف، عشان كذا حاولوا تاخذون درجة أفتح من هذه بشوي. طبعا الفرشاة نظيفة ما فيها أي شادو عشان ما توسخ لي المنطقة. بعدها راح أجيب درجة كذا بيج على رمادي وراح أحطها بالوسط. كم الدرجة فاتحة بزيادة؟ فاتحة. طبعا كل الألوان مات، ما فيها لمعة اللي حطيتها، لكن شوية فيها تاتش لمعة بسيط. عارفين البلت الجديد اللي صورت لكم، ان شاء الله يعني الالوان حيل حيل حلوة زبدة ما شاء الله. بسرعة طبعا بما ان اللون شوي كذا اختلط اللونين ببعض، ارجع بنفس الفرشاة اللي دمجت فيها قبل ادمجهم مع بعض. بعدها نفس اللون اللي حطيته هنا أجيبه هنا، بس انتبهوا لأن هذه الخطوة شوي حساسة، إحنا ما نبي الشيء يكون كله غامق أو ما نبي يكون عريض، نبغى يكون في مستوى معين وندمجه في نفس المستوى، يعني ما نطلع كثير. هنا شوي باخذ درجة شوي أفتح عشان ادمجها فيها، بس الدرجة هذه الطف، لو استخدمتها من اول احس احلى. حاول ادمج اللون على خفيف، راح احط لون شوي شمر من هنا عشان ابي اوسع العين، وراح اثقل يعني شوي بس كافي. بعدها راح احط نفس اللون البيج اللي فوق هنا عند المدمع عشان ابقى المساحة هذه تكون فاتحة ما تكون غامقة. شايفين كذا بالضبط. طيب نهاية العين نفس الشي، تحاولون تشبكونه باللون الغامق اللي فوق خط ضعيف نهائي. الحين بينت رسمة الشادو مع لأني معتمدة إنه بركب رمش في اللوك، يعتبر كذا